سلامت واحد يقول سلام يا سلام تسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد واحد هل كان كسي ودن دونا تحني هني عارف ما انا قصة ما قاعد درني وحكى برا عارف ما تك وانت وحن قصة قادم دونا وح الله يقانو انا فلاكسس يعني هو الارتجاء اما حساسية وح الله يقانو ويه مركب راه قصة صعنا ويه هذا اللي فنجر انه الارتجاء اما انا فلاكسس كا بحويه وحالة دق دق كاسو نقطة أما حالة ده أما النفط خطر جدا كرتا أصور ده عص سيستمات كالية يعني سيستم أوضع أو تلك سيستم كم ده أما قيو كم ده سامين كرا أصور أي سبب سو أي شيء مريت هيفر سنسيتيفيتي أي شيء يحوي يقيبته تلك أو قابل سن من كل جواب عليه وهي ألر شيء أما حساسية ده حساس سن مركب يحوي ي شو الرسبون كل الدنيا إنه تلك كوب بحيوم أنت كبدان أو كلا لقب بحيوي كاسو كان ي ردو يرتكيريا وحلا يغاني يرتكيريا وحوية و اسكينكا اما مقاركا و إلر تشيكوية ما دو اسلاما كان قفك حقوق حقيتان كاسو سيد سبابية تشيركوردون اما سيستما هانو كالي انا قفكي إلر تشيكي وده قارو اسلاما كان تشيركي نقضو ميد عسان يسوب الدلاء اما ديكرار او قفكي نقضو قف تشيركي برري سيدو كالو نقضو انتيو ارديما اما انا براران فبنا قدا كتيرا سيدا عرفكا لونتا هنغوريغا هلب دغلاها حبناها صوتن بر كوي ما دينو يما دو كالي اما ايروي اوبستراكشن بر دعو ميليه دوميه حو مرينكو كالا اي حدمان رسبون كالا بحيا اوغي اي بلوكيج كو دعانو كالا سيدو كالي سيركولاتري كولابس انو سيركولاشن كي دي قمر يو كولابس كو دعو صو حدما اما صو يرادو سبب لحريد دا رياكشن كان شركة كدع واي هدو محاكو سكرايا محاكو سكرايا انو قفكي تركي سي الارتي ام حساسيات كو كعدو وحسبب لي أنا سيريس كدوين كلا يقان نن استيرودال أنت إنفلاماتري الدراج والدوين قف كوك عن كرا إلست والدوين كان تلاقى توح يعوين إنفلاماشن كوك كانت هم هاد عابق برر عسان حمض وحاصلن والدوين كلا استعمال هاي كم تاي بارسيتامول إيبوبروفين ديكلوفيناك كواس وكلا إيه دوين كلا يعني بيتا لكتم أنتي بايوتيك والدوين كلا استعمال بكتيريا دا كواس دلاء مادة دا عيسود دا يسو بكتيريا لا يغانو بيتا لكتم وصنت أجرك أود وقول الله ده إني كنت شوي كرتوا هي دوين كقول الله ده قال ما يكمن يهين دوين بدنا بنسرين جروب يسكو كله سيدو كله دوين ككله يجوا أنا الله ده قال ما ده بيت لكتم يجوا نوي كين كران دوين كله يقانو رديو كونتراست ميديا وحوي والدوين لا استعماله كواسو حوشية ترك لا استعماله قفق مرك أجلس ريجا لصاريو سو عن صور كون موضوع أي ترك لا استعماله قفق إن الله مريو كله سي حبنتي الله بهنا أما لفت الله بهنا سوى عن الله أركو كواسو كلا ني يجنو قفك هو كينيا سيدو كلا بروتين بام إنه بترس دوين كلا يقانا وجو بدن دوين كجاس ترى جوا كواسو تشوتيا حد جا أي سير دا أقنش الكاسو سود يعني بروتين بام إن بام كاسو كواسو أي كم ليه هن أمبراسول لانصو براسول جروبيا دا أنت أسير سكوردن أو حني بيا إن لسود دا يو أسير سيانو تشركا وقلنا قلنا من أي سيري تي أما أي قاس قفك وكعين كواسو كلا يقولنا إلا رتيقا ويكينيا نيرو مسكولار بلوكي بلوكين اتشن تي وكوا يدونا محموها السمايا يعني فريما ها تشركا كلا حيري سي قفك تصالحانو دوين كالصوح ديما هو كلا مركا قفك الله صوحين يو كلا كوي نيرو تراسمين تركو إنو فريما ها تشركا او قد بيان كتشو تشينيا مصال كانكو سمايري ريلاكسيشن سيانا شقاو قوان كواسو كلا إلا رتيقا ويكينيا sidoo kale kuwa loo yaqaan sigmariska iyaguna waxa weeye isla dawooyin dawooyin loo isticmaalo neuroblockage yaani sidii kuwi hore shaqeynayaan oo quasi lama diheeno waa anesthesia oo kale iyo wax la halmaala sidoo kale hypnotics dawooyin kale oo dawooyin ka seexiyasha yaani qofka seexiya lagu dajiyo sida dawada muxuu ahaa diazepam oo kale oo qofkii ka ilaalinaya baqdinti iyo hurda la'aanti sidoo kale xilliga waxa kale seexitaan loo sameeyay xilliga surgical anesthesia oo loo isticmaalaa qofka cabsidina ka baxsa cabsida qalliinka kaga baqiyay waana seexinaysa way kowsiskii wasii socdaa himano bacteria wax loo yaqaan yacni qofkii qaniyo waa qaniinto kale shinni ilirsi uu ka sii qaadi karaa cuntooyinka kale sida cuntooyinka ku jira biyaniska oo kale sida caanaha kale kuwaas oo kale way sababi karaan allergy-da sidoo kale latex products yacni golofiska budada yar oo la socota iyadana inta badan dadka allergy-da way ku kicisaa kuwa oo ah yacni wax protection bay budada yar u tahay waxaas oo kale dadka badankooda way ku kicisaa sidoo kale access badan hadduu qofku sameeyo way ku keeni kartaa oo waxay sameynaysaa ay blockage wax loo yaqaan
وايد باثوجينيسيس يعني قاب كيبو إلى تشيكو تشيكو أوكل يعني شقادي كسور تشيكو نورمال كاين الحكا بدليا ان حد يعني ماشي اللي قسيي والله قسيي قفكا وحيابها إلى تشيكو أما دووين كان كين يبع وما يلها برناتر كالله يغنى ديسك بتاني يسان لهد هذا هان لهي أي شيء هذا أي أيام هان لهد وما يلها ساقو بدن سيدو كالي لغتان كنا سيدو كالو وكومن يعني وحيابهن إلى تشيكو كوكا إنا قفكا إن انترشن كوسا ما يجب بي أورا لغا قاتن واجرتا لكن ما يلها أقو بدن لغا قاتن برناتر كما يلها الله يقانو ويه سيدو كالو وحو كرد عيكارا أنفالاكسيسكو أما إلى تشيكو من الدجر قدهود إلى ساعد قدهود سيو أنت تشينكا وقارو يعني أنت تشينكا تشيركا تسالهان أنتبايوتك ولا سيني أنت برديسو أنت تشينكا وراديو وحو كرد عيكارا من رو أما ساعدو هل كاسو كسميس من كرا مركا أنفالاكسيس كنا وي سيستميك أهان مركا لا إيغو وحسابة بكرا يعني إنفلامتر مريتر كوا سمحوها لو يقانو ماستيسل يباسوفيلس يعني كوا سيستم أهان شركة أقابلسن إنا كو سبابان ألرتك أما أنفالاكسيس سيدان صور شاكني إدوهوين كاسو كينيان وماستيسل يباسوفيل ولا بدا سيلة شركة أقابلسن إنا كفل عيريان وحي ألرتك أه way calaamadaha dhamaan lagu arkay qofka sida hore soo sheegnay maqaarka wax lagu arkay irtikeeriya inuu casaado rid noqdo iyo qofkii cuncun badan ku keeno inay qanjir barraano kale qofkii inuu jirkii finan ka soo baxay isla markaana xuqitaan badan u sameeyo habdhiska dheefshiidka kale waxa lagu arkay yaani qofkii abur nasr contraction sankii wax xirmiya ee hindiso badan baa lagu arkay xoor badan baa lagu arkay naqaskii baa ku dhigaya qofkii baa naqaskii neftuur badan sameeyo neef irregular u sameeyo yaani markuu qaadanayo waxaa laga yaabaa inuu daqiiq ku qaadanayo marka ka soo baxaysana ay ku adag tahay kale oo irregular bronchioris iyo kala xirma oo qofkii iyo hypoxia ku dhacday yani oxygen-ki ka yaraado central nervous system iyo calaamado lagu arkayo qofkii waxa lagu dareemayaa dawakh sidoo kale miyir dorsam hypotension oo dhiiggiisa hoos u dhacday cabirka cadaadiska dhiiggiisa habdhaca wadnaha garaaciisa la dareemayo iyo intan sakaarka wixii ka sarreeyo ka dareemo xanuun way CIT waxa ku keenaysa CIT system ku keenaya yalaalugo iyo matag shuban naqas ku deg aha u jeeda yani liqitaanka qofka ku adkaada iyo caloosh iyo muxuu ah in fariisan wada yani abdominal cramp qurruuc la gurta oo wada joojo qofki noqdo CNS ka central nervous system waxa lagu arkay madax xanuun iyo suuxdin sinuterinary urgency waxa lagu arkay xaalad degdeg yani qofki kaadidi ay ku adkaanayso complication ka yani hadii aan laga daweyn qofka cawaaqib xumada keenaysa anaphylactic shock yani shaqii guud ee jirku inuu wada allergic noqdo ayuu qofka galaya maskaxdii baa dhaawacmaysa waa hadii complication ka yimaado kalidii shaqadii joojisa qaybtii wadnaha qofka uu shaq galo yani cardiogenic shock nooc loo yaqaan oo galo habdhaca wadnaha ee dhibta loo yaqaan khalkhasha wadna weer yani wadnaha dhib ku timaado iyo wadna weerka aakhirkiina dhimashana waa sababi kara way adam sidee lagu manage garan kara shayga ugu horeeya ugu fiican laguna first line oo ah waa maddada loo yaqaan adrenaline in la siiyo oo qofkii si ay dejiso isla markaana allergy iyo xuqitaanka uga dego xaaladda saacadda ku soo noqoto sidoo kale antihistamines in la siiyo dawooyinka allergy ga iyaguna way sida loratadine oo kale sitrazine oo kale circulatory iyo hypotension ka dhacay in qofkii laga siiyo fluoride kor soo qaada dhigisi sidoo kale dawooyinka vasopressors la dhaho iyaguna waxay ka qayb qaataan barashada ee dhiigga ee soo dhacay inay kordhiyaan waxaanay kontrooliyaan ama waxu qabanayaan kaadida iska socon saxliga sidan soo sheegnay genitourinary oo kale sidoo kale xadiga dhiigga yani xadiga biyaha jirka ka baxayaan oo yareynayaan oo qofka diabetic loo kalana loo isticmaalo markuu kaadi badan yeesho kale waa la siiyaa si aanay kaadi badan qofka uga bixin isla markaana horaad badan dareemin bronchodilators waa la siinayaa yani waxyaabihii u furayay dhuumihii hawada u ballaarinay beta antagonist ay ka mid yihiin sida albuterol kale si uu qofku naqas badan u helo corticosteroids kale sida prednisolone kale dawooyinka iyaguna naqaska qofka aad uga dhigaan isla markaana allergic inay ka dejinayaan oxygen inhalation qofka dhiig oxygen kiisa hoos u dhaco ama yaryahay in la siiyo manual ka iyo ka caadiga ahba assalaamu alaykum bartahay inuu joogto